نروح مع حضراتكم من اخبار كده تابعنا كده اخر التطورات او تداعيات حادث قطاري اسكندريه، نكمل اخبارنا ونشوف كده تقرير من جوله الدكتور احمد درويش نائب وزير الاسكان للتطوير الحضري والعشوائيات ونائب محافظ القاهره، بيرافقه الدكتوره جيهان عبد الرحمن مع اهالي تل العقارب في متابعه لمراحل بناء المساكن الخاصه بمنطقه تل العقارب، والمنطقه دي موجوده في حي السيده زينب. نتابع. ربما تكون ملامح الصورة تغيرت تماما، الوضع الذي كان مزريا من بضعة أشهر أصبح يدعو إلى التفاؤل بدلا من الكهوف والعشش، الأعمدة بدأت في الظهور. عمال وصنايعية يعملون بكل همة للمشاركة في إنشاء أسمرات جديدة. هي أحد المناطق العشوائية الغير آمنة، كانت عبارة عن عشش وبيوت مهدمة فيها حوالي 850 أسرة، بنبني احنا دلوقتي 19 عمارة فيهم 800، هيبقى فيهم أكثر من 850 وحدة سكنية للأهالي. الأهالي خرجوا أغلبهم عايش في 6 أكتوبر، في بعضهم أخذ إيجار مؤقت، الدولة بتدفع له إيجار كل شهر عشان يقدر يروح يؤجر في حتة، وبعضهم راح ساكن في 6 أكتوبر. جبناهم النهاردة، يعني ده المختلف اللي احنا بنعمله النهاردة، إن احنا جبناهم يتفرجوا على المشروع بتاعهم، المنطقة اللي هم هيسكنوا فيها بعد 6 أشهر من النهاردة. العمال داخل منطقة تل العقارب بالسيدة زينب خلية نحل يعملون على مدار الساعة، فيوم بعد يوم يثبت العامل المصري قدرته على تحدي كل الصعاب، فما يجري في مشروع تل العقارب يؤكد حرص الجميع على إنجاز هذا المشروع الوطني الذي يوفر شققا آدمية لسكان العشوائية. كان لنا مكان هنا وجم خرجونا وودونا 6 أكتوبر وودونا عقد استضافة ولنا ترجعوا هنا باذن الله تاني. المشروع انا شايفه اتطور عن حاجه احسن من المكان احنا كنا فيه، ونتمنى احنا نرجع في المشروع ده كما يعني زي ما صدقت السيد عبد الفتاح السيسي في البرنامج بتاعه، قال لك يا ريت الاهالي تساعدنا على الشيل وترجعوا هنا تاني لمنطقتكم تاني، فدوت ساعدنا ان احنا نمشي. احنا الاول ما كناش عايزين نمشي، احنا خايفين ان احنا نمشي ما نرجعش تاني. بعد سنوات طويلة من العشوائية والإهمال والتهميش التي عاشها سكان تل العقارب، الآن يد الدولة تصل إليهم، فبعد نجاح تجربة الحكومة في إنشاء حي الأسمرات ونقل سكان العشوائيات إليها، جاء الدور إلى سكان تل العقارب. إبراهيم عزت، أون لايف. إن شاء الله تل العقارب تكون أسمرات جديدة ونكون مجتمع كده عمراني جديد، أهلنا والناس اللي موجودة هناك تروح تنتقل، مش بس تروح مكان جديد أو تسكن في مكان آدمي، لا كمان حياة مختلفة متكاملة، وده المهم جدا يحصل. شفنا في التقرير الشغل كده زي ما بيقولوا على قدم وساق، وإن شاء الله يحصل انتقال كده خلال الشهور اللي جاية لتل العقارب اللي موجودة في منطقة السيدة زينب.